بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. صلوا على خير خلق الله واغتنموا فضل الصلاة من الرحمن ذي المنن. صلى الإله على المختار سيدنا ما أمطر المزن في شام وفي يمن. أكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، فإنها ليلة كريمة مباركة، ليلة الجمعة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فاعرض عبد الله ما شئت من صلاة وسلام على ربك عز وجل، من ربك عز وجل تعرض صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم فلك الشرف. وصلي وسلم ما شئت على نبيك صلى الله عليه وسلم، يصلي عليك ربك 10 أضعاف ما صليت عليه صلى الله عليه وسلم، فلك الأجر والشرف والفخر والذخر. أما إنها ليلة مباركة في مكان عظيم مبارك في رحاب بيت الله الحرام، وها نحن ذا في هذه الليلة المباركة يوم 3 من شهر ربيع الأول 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستفتح كتابا جديدا في هذا المجلس نتدارس فيه سيرة وشمائل وشيئا ما يعرفنا بنبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبتدئين بعون الله تعالى وتوفيقه مدارسة السفر المبارك كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الاستمرار المبارك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة، رجاء أن يكون لنا أوفر الحظ والنصيب من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، وأن يكون لنا من جليل العمل وشريف القربة إلى الله سبحانه وتعالى ما نغتنم به فضل الزمان والمكان والمجلس المبارك أمة الإسلام. وزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله يأتي في سياق ما نحن بصدده من مدارسة سيرة وشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن يسر الله لنا فتمت لنا مدارسة الشمائل من الكتاب المختصر لها، ثم مدارسة حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وبين يدي مدارستنا لكتاب الزاد الذي سنشرع القراءة فيه بعون الله تعالى الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، فإن بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب في مجلس الليلة حديث عن الكتاب وعن مصنفه رحمه الله تعالى، إذ يحسن بكل من يدرس كتاباً ويفيد منه علماً ويرجو أن يكون قد أحاط بمقاصده ووقف على فوائده ونهل مما أودع فيه صاحبه من العلم والفائدة، أن يكون ملماً بما يعينه على أكبر قدر من ذلك الفهم والإدراك والتحصيل. وما زال عند طلبة العلم العناية بالكتاب وبمؤلفه من المقاصد المعينة على فهمه وإدراك مراميه. والحديث في هذا المجلس بعون الله تعالى منقسم إلى قسمين، أحدهما عن المؤلف والثاني عن الكتاب. أما أول هذين القسمين فتعريف بالإمام العلم أحد أعلام الأمة الكرام وعلمائها العظام، الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز ابن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي، المشهور عند طلبة العلم وعامة أهل الإسلام بابن القيم أو بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. والإمام محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن القيم رحمه الله تعالى
أحد أئمة الإسلام وعلمائها العظام الذين كانت لسيرتهم وحياتهم إرث عظيم وأثر مبارك، فهو من أجلة الأعلام والعلماء الأئمة الأعلام الذين نفع الله تعالى بعلمهم وخلد التاريخ ذكرهم. اتفق من ترجم له على أن ولادته رحمه الله كانت يوم السابع من شهر صفر سنة 91 و600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولد محمد بن أبي بكر شمس الدين بن القيم رحمه الله ببلاد الشام، وعاش بها حياته، وده رحلات إلى الحج والمجاورة بجوار بيت الله الحرام، وانتقال ورحلة ذكرت له إلى أرض مصر للقاء العلماء وطلب العلم وتحصيله. اشتهر رحمه الله بهذا اللقب ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، وسبب ذلك أن لقب قيم الجوزية هو لوالده الشيخ أبو بكر ابن أيوب الدمشقي رحمه الله، وأبوه الشيخ أبو بكر كان قيماً لمدرسة الجوزية فقيل له قيم الجوزية، والمراد بالقيم الناظر على المدرسة والقائم عليها كالمسؤول والمدير والقائم على رعايتها وترتيب إدارتها، فكان يقال للقائم على المدارس آنذاك يقال له قيم. والمدرسة الجوزية هي التي بناها ابن الجوزي رحمه الله كما سيأتي بعد قليل، فسميت بالمدرسة الجوزية. ولما كان أبوه قيما عليها أو ناظرا أو وصيا قيل له قيم الجوزية، فاشتهر أبوه رحمه الله بهذه الكنية. ثم عرف أبناؤه من بعده بأن يقال لأحدهم فلان ابن قيم الجوزية، وإذا أرادوا الاختصار قالوا ابن القيم بالاختصار وحذف المضاف إليه، فصار مما اشتهرت به ذريته وحفدته من بعده أن يقال لأحدهم ابن قيم الجوزية. أما المدرسة المشار إليها فكانت من أعظم مدارس الحنابلة في دمشق الشام نسبة إلى بانيها وواقفها ابن الجوزي، والمراد به محيي الدين يوسف ابن الإمام الواعظ ذي التآليف الكثيرة والعلم المشهور بأبي الفرج عبد الرحمن ابن علي الحنبلي رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجوزي المشهور المحدث والفقيه والمفسر والمؤرخ واللغوي والمتفنن في العلوم الشهير بابن الجوزي، يخلط الناس بينه كثيرا وبين صاحبنا ابن قيم الجوزية، وقد عرفت الفرق. أما ابن الجوزي الإمام صاحب الكتب في الحديث والفقه والتفسير والتاريخ ونحوها، فقد كانت وفاته سنة 597، فبينه وبين ولادة ابن القيم قرابة قرن من الزمان، ولا هو من نسله ولا من ذريته ذاك ابن الجوزي، وهذا ابن قيم المدرسة الجوزية. فلما كان ابن الإمام ابن الجوزي وهو محيي الدين يوسف من بنى المدرسة ووقفها قيل لها المدرسة الجوزية نسبة إلى الجوز المعروف، فقد قيل إنهم كانوا مشتهرين ببيعه أو زراعته والعناية به فقيل لهم الجوزي، وقيل بل نسبة إلى محلة بالبصرة يعني حي بها أو منطقة بأرض البصرة بالعراق يقال لها الجوزة فينسب إليها الجوزي. فكانت هذه المدرسة الإسلامية مدرسة الجوزية الحنبلية بدمشق من أعظم أوقاف المسلمين بها التي عمرت قروناً وعاشت مئات من السنين يتعاقب على نظارتها وإدارتها والقيام عليها علماء البلد وفقهاء المذهب آنذا، وكان أحدهم ممن تولى القيام عليها أبو بكر الشيخ أبو بكر والد الإمام ابن القيم صاحب الكتاب، فقيل له قيم الجوزية وإليه نسب ذريته من بعده. أما ابن الجوزي الذي سبقت الإشارة إليه الإمام الواعظ عبد الرحمن بن علي القرشي فهو من علماء الحنابلة المشهورين والمكثرين من التآليف الذين عم نفعها وانتشر صيتها وذاع خبرها.
هذه النسبة التي اشتهر بها ابن إمام ابن القيم رحمه الله انتقلت كذلك إلى بعض أهل بيته، فربما كان له ابن بنت أو أحد أبنائه كذلك أيضا يقال له ابن القيم. الشيخ ابن القيم الجوزي رحمه الله، وقد سمعت أن والده كان شيخا من شيوخ الحنابلة في دمشق، فالبيت بيت علم والأسرة فاضلة، فنشأ المؤلف ابن القيم رحمه الله في بيت علم وخير وصلاح وتقى، عرفت فيه النباهة من طفولته والذكاء، فوجه إلى طلب العلم، فترقب فتنقل في رحاب العلم من بيت أسرته إلى المدرسة الجوزية التي كان أبوه قيما عليها، فنهل من العلم والتقى بالشيوخ ولقي الأكابر واستفاد منهم، ثم كانت له من الفضائل والإشادة أيضا بخلقه الجم، فقد كان حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة رحمه الله، عالي الهمة، أثنى عليه علماء عصره من شيوخه ومن تلامذته، فمن أجل تلامذته الأئمة الذين تخرجوا على يديه، فإن الأئمة من العلماء يتخرج بهم أئمة من بعدهم، وهكذا يتوارث العلماء الإمامة في الدين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من كبار تلامذة الإمام ابن القيم الإمام المفسر الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل، صاحب أعظم أو من أعظم تفاسير القرآن عند المسلمين، تفسير ابن كثير أو تفسير القرآن العظيم، كان من أجل تلامذة ابن القيم، فقد أثنى على شيخه كثيرا في بعض مواضع ترجمته، وكان مما قال رحمه الله: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. وكان معتزاً جداً بصحبته لشيخه ابن القيم، فقال: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. أما تلميذه الآخر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي الفقيه المحدث رحمه الله، فإنه أيضاً من أجل تلامذة ابن القيم، قال عنه: كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر. يقصدون بالتأله كثرة العبادة والاشتغال بالذكر الذي يعيش فيه صاحبه مواطأة القلب مع ذكر اللسان. قال: وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته. قال ابن رجب: قال: لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه، وليس هو المعصوم. قال: ولكني لم أر في معناه مثله. هذا الذي تواتر في زمانه عند طلابه ومن حوله كان نابعا من أمرين عظيمين: علم جم وعبادة عظيمة، كانت هي هدي السلف، بل هي خلق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمو النفوس بعبادة عظيمة وعلم عميق تكون الإمامة في الدين. أما عبادة ابن القيم رحمه الله فقد كان لديه من عمارة القلب بأعمال القلوب يقينا بالله وتوكلا واستعانة ومحبة وخشية ما تراه تقطر به عباراته وأنت تقرأ كتبه رحمه الله، فإن لكلامه في أعمال القلوب وصلتها بعلام الغيوب لكلامه رحمه الله أثر ونور وشيء عجيب يفعل فعله في القلوب. والله عز وجل يضع لبعض خلقه من القبول ولكلامهم من النفاذ إلى القلب بحسب ما يكون لأحدهم من صلة به سبحانه وتعالى، وذلك علم غيب والله عز وجل وحده العالم به. فكان لكلام ابن القيم رحمه الله وما يجده القارئ له والمطلع عليه من شوقة يفوح عبيرها، من شوق ومحبة وتضرع وانكسار يأخذ بمجامع قلبك وأنت تقرأ كلامه، فكيف به هو رحمه الله تعالى. كان على طريق السلف الصالح في إنابة القلوب
وفي التذلل والخضوع والخشية والانكسار، لا على طريق أهل الأهواء أو الابتداع أو أهل الغلو في تلك الأبواب، بل كان على سنن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعود إلى كلام بعض تلامذته، يقول ابن رجب رحمه الله: كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. ومر بك طرف من كلامه ثم قال: وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين، يعني شيخه ابن تيمية، وسيأتي ذكره بعد قليل. قال: وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك، يعني كلامه فيما يدخل فيه غلاة المتصوفة الموغلين في الكلام على دقائق وخفايا أحوال النفوس ومسالك القلوب. قال رحمه الله: وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه. لم يكن من أهل مكة، لكنه إذا جاء وحج وجاور بمكة أياماً أو شهوراً كان يضرب به المثل فيتعجب أهل مكة منه. قال تلميذه ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم زمان، لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وليس هو من طلابه لكنه من طلاب طلابه أو في طبقتهم، قال: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قوايا. وهذه عبارة مأخوذة عن شيخه أيضا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين. وكان يقول: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. وها هنا أبيات نقلها بعض تلاميذه وهو عصريه العلامة الصفدي، ذكر له قصيدة ميمية أبياتها رقيقة، يتكلم فيها ابن القيم رحمه الله في ضراعة وتضرع وهضم لنفسه. يقول الصفدي: إنه أنشدني إياها من لفظه لنفسه، يعني هو يخاطب نفسه بالأبيات، فيقول رحمه الله: بني أبي بكر، يقصد نفسه فإنه محمد بن أبي بكر، يقول: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثم. بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أنى له العلم. بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يرى العزم في الذي يزول ويفنى والذي تركه الغنم. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر لما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. بني أبي بكر وأمثاله غدا بفتواهم هذه الخليقة تأتم. وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم. فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم. وعلى مثل ذلك تراه رحمه الله تعالى يعيش في هضم للنفس واحتقار لها وأخذ لها بالعزائم وارتقاء لها في درب المكارم. أما علمه رحمه الله فكتبه شاهدة، وإرثه العلمي خير دليل يوقفك على ما حب الله تعالى به هذا الإمام من إمامة في الدين وعلم جليل. يقول تلميذه ابن رجب رحمه الله:
تفقه في المذهب وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، تفنن في علوم الإسلام، وكان عارفاً في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك. قال: وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولة. ويقول تلميذه ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه. قال: ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية سنة 1270، لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. يقول الذهبي، وهو أيضا من تلامذته رحمه الله، يقول: عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره، وله في النحو وفي الأصلين دراية عظيمة. قال الحافظ ابن حجر: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقال السيوطي: صنف وناظر واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية. هذه إشادات ومناقب تجدها عند علماء مختلف المذاهب، حتى لا يقول قائل إنما يبالغ فيه علماء مذهبه من الحنابلة كالذهبي وابن كثير وابن رجب، أو هم من تلامذته ويغلب على التلميذ حب شيخه، وقد قالت العرب: كل فتاة بأبيها معجبة. لكن علماء المذاهب الأخر وممن لم يدركه بل وقف على أثره وعظيم علمه، كان أيضا يشهد له بذلك، وسمعت كلام الأئمة كالحافظ ابن حجر والإمام السيوطي رحم الله الجميع. ومن المتأخرين قال الشوكاني: برع في شتى العلوم وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف. وقال الآلوسي: هو المفسر النحوي الأصولي المتكلم، إلى آخر ما أثنى به عليه العلماء رحمة الله عليهم جميعا. حج رحمه الله مرات في أيام رحلته وطلبه وارتحاله. يذكر الحافظ ابن حرجب كما تقدم أنه حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وابن القيم نفسه في عدد من كتبه يذكر مواقف حصلت له بمكة في مقامه بها وفي إتيانه إليها حجا أو عمرة. من ذلك مثلا أنه ألف كتابه العظيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ألفه مدة مقامه بمكة، إذ قال في آخر مقدمة الكتاب: وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكيناً ذليلاً، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيماً وبحماه نزيلاً. ومن ذلك أيضاً ما ذكره رحمه الله في قصة استشفائه بماء زمزم، وهو يحكي ذلك عن نفسه، فقال: أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء أمراً عجيباً. وقال أيضا رحمه الله في مدارج السالكين، وهو يتكلم عن الرقية، قال: لقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تنقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره. قال: فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرات عديدة. قال: وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ فيه الفاتحة مراراً فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك.
قال: ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. وحصلت له قصة أيضا في إحدى رحلاته في الحج، فقد ابنه الصغير وعمره 8 سنوات في زحمة الحجيج وفي أوساط الناس. قال في أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة الذي ألفه بمكة، قال: وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم 8 فلم أقدر له على خبر فأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه. قال: فركبت فرسا، فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول: ضاع لي شيء فلقيته، فلا أدري انقضاء كلمته أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته. وله مواقف أيضا يحكيها رحمه الله تعالى في رحلته بمكة ومجاورته لبيت الله الحرام. عاش رحمه الله مشتغلا بالتدريس والتأليف والإمامة والخطابة والوعظ والمناظرة، وله في ذلك مواقف مشهودة، ومكتبته التي تجاوزت كتبه أكثر من 40 إلى 50 كتابا فيما عدده من ترجم له شاهدة بذلك المقام العظيم. له رحمه الله مواقف وصولات وجولات. وإذا عد ابن القيم رحمه الله وذكر من شأنه وعجيب ما حباه الله عز وجل تعالى به، فإنه يذكر هاهنا ما يتعلق برحلته والتقائه بالشيوخ ومعرفته رحمه الله تعالى بالعلماء وصلته بهم. ومن ذلك أنه رحمه الله كان متأثرا ومستفيدا أكثر من غيره من إمام زمانه وعلامة عصره شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، فإنه اتصل به لما رجع شيخ الإسلام في مرته الأخيرة من مصر إلى الشام، وجاوره ولازمه نحو من 16 سنة منذ أن عاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مصر 712 إلى أن مات شيخ الإسلام 728، فكانت 16 عاما لازم فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا. وخلال هذه المدة كان لاتصاله بشيخه ابن تيمية تأثر كبير، أعاد فيها أموراً كثيرة من اجتهاداته واختياراته تأثراً بشيخه، لا تعصباً لكنه بحث عن الحق وترجيح بالدليل. ويذكر ابن القيم نفسه أنه قبل تعرفه واتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية كان متأثراً ببعض المذاهب العقدية التي تخالف منهج السلف في باب الأسماء والصفات، فكان يقول بالتأويل كما يقول بعض الطوائف، وكان ربما قال بالتعطيل، وبعض ما في كتب نفاة الصفات من الطوام وما فيها من الأخطاء ومخالفة منهج السلف. لكنه لما اتصل بشيخ الإسلام وجالسه وناقشه واستفاد من علمه أعاد رحمه الله تصحيح المسار، وقد أنشد في ذلك أبياتا في النونية يذكر فيها هذا الموقف المؤثر في حياته الذي يعد منعطفا أثبته رحمه الله بقوله: يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، يعني كنت طائرا يحسن الطيران ومع ذلك وقعت في الشباك. قال: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتن أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، يقصد ابن تيمية لأنه حراني من أرض حران. قال: فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما
شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حول الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزان سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف، فأفراد ذو إيماني وردوا عذابا مناهل أكرم بها، ووردتم أنتم عذاب هواني. وذكر رحمه الله شيئا في ذلك وما تأثر به من صحبته لشيخه شيخ الإسلام، وفي كتبه مواضع عدة يذكر فيها نصائح خصه بها شيخه قائلا: قال لي ذات مرة وكنت مع شيخ الإسلام فحدثني مرة أو سألته فقال لي كذا فيما يكون بين الشيخ وتلميذه. وذكر في كتبه شيئا من ذلك في مقام الاحتفاء بشيخه والعناية به. وقد ابتلي رحمه الله كما تقدم بالسجن مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بما وقع لهم من الامتحان والابتلاء في مواقف محفوظة في كتب أهل العلم والتراجم. هذه إطلالة موجزة مختصرة جدا فيما يتعلق بابن القيم رحمه الله تعالى، وقد تقدم أن هذه الإطلالة هي طرف يسير في سيرة الإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية الذي ولد سنة 91 و600 من الهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 51 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما نأخذ في التعريف به في مواضع. هذا الكتاب يا كرام من أشهر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله على الإطلاق، وهذا الكتاب كان عند صاحبه ومؤلفه أيضا ذا مكانة عظيمة، لقي هذا الكتاب من القبول والانتشار ما لم يلقه كتاب آخر من مؤلفاته التي تجاوزت 50 رحمه الله رحمة واسعة. ذكر ابن القيم في هذا الكتاب عددا من كتبه الأخرى وأشار إليها كتهذيب السنن سنن أبي داود، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذكر مفتاح دار السعادة وغيرها، ونقل فيه أيضا كعادته أقوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية واختياراته رحمه الله. ابن القيم رحمه الله لم يصرح باسم الكتاب في مقدمة الكتاب ولا ذكر اسمه صريحا بهذا الاسم المنتشر المتداول، لكن عامة من ترجم له كابن رجب والحافظ ابن حجر والصفدي وكثيرون ذكروا اسم الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، وربما اختصره بعضهم بقوله الزاد، أو يقولون الهدي، أو يقولون الهدي النبوي لابن القيم، فكل ذلك مقصود به هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. أما تاريخ تأليفه فليس هناك تاريخ محدد، لكن عادة أهل العلم بالنظر في الكتاب يقربون تاريخ تأليفه. وابن القيم رحمه الله كما تقدم سمى بعض كتبه في هذا الكتاب كتهذيب سنن أبي داود ومفتاح دار السعادة ومدارج السالكين، وإذا عرفت تاريخ أحد هذه الكتب استطعت أن تقرب تاريخ هذا الكتاب. وتهذيب سنن أبي داود فرغ منه وألفه سنة 732 بمكة المكرمة كما ذكر هو في آخر الكتاب، فإذا يقينا سيكون تأليف زاد المعاد بعد سنة 732. وأمر أيضا يزيد على ذلك، ذكر في زاد المعاد حادثة وقعت له ولأهل زمانه، فإذا عرفت تاريخها عرفت أيضا تاريخ الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وبهذا القول أفتينا ولي الأمر، كان يتكلم على حكم أهل الذمة إذا نقضوا العهد وكيف يفعل بهم، فذكر
حادثة وقعت بأرض الشام، قال: وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، وراموا حرق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد لولا دفاع الله أن يحترق كله. وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوه عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء، وأفتيناه بنت انتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا. هذه الحادثة قد ذكر المترجمون والمؤرخون لمن ذكر الحادثة كما ذكره الذهبي وابن كثير أنها وقعت سنة 740 للهجرة، فإذا سيكون تأليف الكتاب واقعا بعد هذه المدة. ومما يستعان به على تأريخ الكتاب أن ابن القيم رحمه الله في المقدمة قال في آخرها: إنه أخذ في تأليف الكتاب حال السفر، ولم يشر أي سفر كان الذي ابتدأ فيه تأليف الكتاب، ولعله كان في إحدى رحلاته للحج أو لغيره بعد سنة 740، وقد حج مرات كثيرة كما ذكر تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله. وأما الكتاب فإنه ألفه بعد هذا التاريخ، وأضاف إليه إضافات كثيرة، وأكمله في فترات مختلفة لما استقر وتوفرت له الكتب والمصادر. كتابنا يا كرام الذي سنشرع في قراءته بعون الله تعالى بدءا من مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله، يتناول موضوعات عدة كالتالي: أولا، مقدمة للكتاب أطال فيها ابن القيم رحمه الله في نحو من 50 صفحة في الكتاب المطبوع، مقدمة حافلة ذكر فيها فضائل ومناقب وخصائص يوم الجمعة وخصائص لما فضل الله عز وجل ما شاء من خلقه، وأحكاما يستطرد فيها بفوائد وأدلة وشواهد. القسم الثاني من الكتاب بعد المقدمة مباشرة شرع في فصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في اللباس والأكل والشرب ومعاشرة الأزواج، هديه في النوم والجلوس والركوب والمشي، هديه في البيع والشراء والمعاملات، هديه في قضاء الحاجة في الفطرة وتوابعها، هديه في الكلام والسكوت والخطب، هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. وفي العبادات يذكر أبواب العبادات: الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج. ثم قال: هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث ومكاتبته إلى الملوك وغيرهم. وها هنا ساق فصولاً عديدة من الغزوات النبوية والأحداث التي يذكرها كتاب السيرة في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فيها تحرير ونقل لخلاف العلماء في تحديد التواريخ والحوادث، وإطالة نفس في ترجيح وتحقيق النفيس. ثم انتقل رحمه الله في النصف الثاني من الكتاب إلى الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في الطب، وهو مطبوع في مجلد من مجلدات الكتاب، ثم أفرد مطبوعا في كتاب يحسب أو يحسبه بعض الناس أنه كتاب مستقل، وهو الطب النبوي. والطب النبوي الذي ينسب لابن القيم رحمه الله إنما هو قسم من زاد المعاد في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطب، لكنه لعظيم نفعه وكثرة حاجة الناس إليه طبع منفردا باسم الطب النبوي. أخيرا، في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: هديه في أقضيته وأحكامه، يعني القضاء والأحكام التي وقعت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كتب ابن القيم مقدمة الكتاب قال في آخرها: وهذه كلمات يسيرة. الكتاب مطبوع في 6 أجزاء، يقول: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. هذه الكلمات اليسيرة يقول: اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجات التي لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر لا إقامة
والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ليس بين يدي كتب ومراجع أعود إليها. قال والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم مذاكرته غير موجود. يقول لا كتاب بين يدي، ولا عالم أو طالب علم أذاكره فيفيدني من المسائل. هذا الكتاب بعلمه الغزير وكلمات يسيرة كما يقول رحمه الله أتت بهذا العلم الجم الكتاب الذي أصبح زاد المعاد. ولذلك كان يقول أهل العلم من لم يكن عنده كتاب الزاد فليس عنده زاد، يعني هو جائع مسكين يحتاج إلى زاد يتزود به في طريقه إلى الله عز وجل، لأنه لا شيء يتزود به العبد في طريقه إلى الله أعظم من سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي كلمات يسيرة. صرح المؤلف أنه كان يريده كتابا مختصرا، لا سيما وأنه في سفر والتشتت بال كما قال وبعد عن الكتب، لكن الواقع أن المصنف أعاد ترتيب الكتاب بعد انتهاء سفره وأضاف فيه وزاد وكبر الكتاب، ولم يعد هو المختصر الذي أراد تأليفه حال السفر لا محالة. فلما كتب الفصول الأولى وكان يعتمد على بعض المراجع ككتاب المختصر في السيرة لعز الدين بن جماعة ورسالة لشيخ الإسلام فيها ذكر الملابس والسلاح والدواب ونحو ذلك، لكن لما حصلت له الكتب واجتمع واستقر أبى علمه وذهنه وخاطره المليء علما إلا أن يتوسع ويبسط الكتاب على منهجه المعتاد بنقل المذاهب ومناقشة الأدلة وترجيح الأقوال ويتكلم على الأحاديث والآثار، فاختلف بناء الكتاب كليا وأعاده رحمه الله عن خطته الأولى حتى امتد واستطال فبلغت 4 أسفار كما يقول الصفدي في ترجمته. وإذا كان يقصد ما ثبت عنده من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبح الكتاب مطولا على هذا النحو، فتغير خطته في الكتاب. ومن ذلك قسم الطب النبوي الذي قال في أول الكتاب أصول الطب 3: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة، جمع جمعها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته في 3 مواضع من كتابه، ثم قال وهذه 3 هي قواعد الطب وأصوله. هذا الكلام موجود في أول أجزاء الكتاب، لكنك ستجده في الكتاب المطبوع في المجلد 4، وأعاد الكلام وبسطه. فهذا مما يدل على أنه أعاد إلى بعض مواضع الكتاب تأليفاً وتجميعاً، عاد به إلى الاستكمال الذي أراده رحمه الله تعالى. ويظهر أيضاً أنه أعاد تأليف الكتاب واستكماله في أزمنة متفاوتة وليس في وقت واحد، وظهر لذلك من الأثر تكرار واختلاف في بعض الأحيان. من أمثلة ذلك في المجلد 2 عقد فصلاً في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماً، ثم أعاد الكلام في المجلد 4 ولم يشر إلى السابق، فكأنه نسيه أو كتبه قبل ذلك. ومن أمثلة الاختلاف قال في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب في المجلد 1 قال إن المعروف أنه كان عنده بغلة واحدة، مع أنه قبل صفحات منه ذكر في فصل الدواب أنه كان له 4 بغال. ومرد ذلك إلى أن بعض المصادر التي يفيد منها تتفاوت في عد ذلك، فوقع له التفاوت، وهذا دليل على أن التأليف وقع في أزمنة متفاوتة، إذ لو كان العهد قريبا لاستدرك وصحح أو أثبت بعضه وحذف بعضه رحمه الله. ولعل طول الكتاب وتفاوت وقت العمل والتأليف فيه من المصنف جعله يعيد كتابة بعض الفصول التي لم يتمكن من الوفاء بها، كما صنع في أحكام السلم والأطعمة والأشربة وبيع العينة إلى آخر الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى. الحديث عن كتاب زاد المعاد حديث ذو شجون، لكنه الأجدى لنا أن نشرع في القراءة فيه للوقوف على ما أودعه فيه من علم، لكن مواضع من الإفادة يحسن الوقوف عليها في مجلس اليوم. صرح رحمه الله في أثناء الكتاب بغرضه المقصود من الكتاب، وإذا جئنا اليوم نتدارس كتابه فيحسن بنا أن لا يغيب عنا قصد المؤلف من هذا الكتاب. الكتاب 5 أجزاء أو 6 في بعض الطبعات. يا من تقرأ زاد المعاد
هل علمت ما الذي أراده ابن القيم من تأليفه زاد المعاد؟ اسمع، يقول هو رحمه الله في أول الكتاب في المقدمة، قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، إلى أن قال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. إذن عرفت لماذا ألف المصنف الكتاب يا قارئ الكتاب؟ من أجل أن يكون لك رصيد عظيم وحظ وافر يا مسلم تتعلم به هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، ليكون لك قدوة. كيف يكون لك أسوة وأنت لا تعرف ماذا فعل؟ كيف تتخذه صلى الله عليه وسلم أسوة تقتدي بها في لباسك وطعامك وشرابك ونكاحك وعشرتك لأهل بيتك وتربيتك لأولادك وفي بيعك وشرائك؟ كيف تجعله أسوة وأنت لا تعرف ما الذي فعله؟ اسمع مرة أخرى إلى قوله رحمه الله، وهو يعيد بين الحين والحين التذكير بغرضه من الكتاب. قال في بعض المواضع: إن المقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه. قال في موضع ثالث في كلام مهم، قال رحمه الله: وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا الشيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء آخر. إيضاحا لهذا المعنى قال: وليس لهذا وضع كتابنا هذا، ولا قصدنا به نصرة أحد من العالمين، وإنما قصدنا به مجرد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وأقضيته وأحكامه، وما تضمن سوى ذلك فتبع مقصود لغيره. فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض، فماذا يضر ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يتكلم على موضع في القضاء والأحكام. هذا المنهج أكده رحمه الله مراراً، وفي موضع من المواضع المهمة قال بالحرف، قال: نحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا مثلاً: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله. ومواضع متعددة الحقيقة كان يعيد فيها تقرير هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون جلياً واضحاً عند كل من يجعل من زاد المعاد زاداً له من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ابن القيم رحمه الله أيها الكرام ذا مكتبة واسعة، بل عد رحمه الله في زمانه من أوسع الناس كتباً، كانت له عناية تامة بتحصيل الكتب. يقول صاحبه وتلميذه ابن كثير رحمه الله: اقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. جعل هذا عند ابن القيم مكتبة حافلة، ومصادره في كتبه وتآليفه كانت عديدة، ولذلك فإنه ينقل الفوائد ويحرر ويضيف أمورا عظيمة قد لا تتيسر لغيره. من الكتب التي ينقل منها كثيرا مسائل الإمام أحمد، كتب الإمام الشافعي الأم واختلاف الحديث وغيرها، كتب الإمام ابن المنذر الشافعي الأوسط والإشراف، كتب غلام الخلال الحنبلي الشافي وزاد المسافر، كتاب الإمام الخطابي معالم السنن، كتب الإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري المحلى وحجة الوداع وجوامع السيرة، كتب الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله التمهيد والاستذكار، كتب الإمام البيهقي الشافعي رحمه الله معرفة السنن والآثار ودلائل النبوة، كتب ابن قدامة الحنبلي مثل المغني،
فضلاً عن كتب ورسائل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أرأيت؟ فكتبه ومكتبته كانت فيها المذاهب مختلفة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كتب الحديث والفقه والتفسير ومختلف الفنون. ولهذا كان كتابنا زاد المعاد مرجعاً يهتم به كل من جاء بعده، ولو وقفت على النسخ الخطية ومخطوطات الكتاب لوجدتها شيئا عجيبا، محفوظة ومتفرقة في عدد كبير من بلاد الإسلام. يعني أن الكتاب كان محل عناية وحفاوة ينتقل بين الأمصار وتسير به الركبان. كل من ألف من بعده كان لا يستغني عن العودة إلى زاد المعاد. الفيروز أبادي المشهور اللغوي صاحب القاموس اختصر زاد المعاد في كتاب سماه سفر السعادة. الإمام الحافظ القسطلاني نصف كتابه المواهب اللدنية التي تكلم فيها عن الخصائص النبوية من زاد المعاد، ونصفه الآخر من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. من الكتب التي نقلت عنه عند الحنابلة كتب كتاب الفروع لابن مفلح والمبدع كذلك، وتصحيح الفروع للمرداوي والإنصاف، كتاب الإقناع للحجاوي، وكتب البهوتي شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع. من شروح الحديث أيضا طرح التثريب للحافظ العراقي فضل زين الدين وابنه أبي زرعة. أما الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري بشرح صحيح البخاري فاستفاد منه كثيرا، ويتعقبه أحيانا ويذكر ما يحرره ابن القيم لعظيم ما ينقله عنه. وكذلك باقي شراح صحيح البخاري كالعيني في عمدة القاري، والقسطلاني أيضا في إرشاد الساري. كذلك من شراح الحديث الملا علي قاري في برقات المفاتيح وفي شرحه للشمائل المحمدية، فضلا عن المناوي في فيض القدير، والزرقاني في شرح الموطأ، والصنعاني في سبل السلام، والسفاريني في كشف اللثام، والشوكاني أيضا في نيل الأوطار. أما كتب السيرة فكثيرة هي التي جعلت من زاد المعاد مرجعا لا يستغنى عنه، وعليه اعتمد الإمام الحافظ ابن كثير وهو من تلامذته كما تقدم في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقل منه كثيرا بألفاظه وأساليبه. وكذلك الحافظ القسطلاني كما تقدم في المواهب اللدنية. الصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد جعل زاد المعاد من مصادره العظيمة. كتاب تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للديار بكري وفي شرح الشفا للملا علي قاري، ونور الدين الحلبي في كتابه إنسان العيون صلى الله عليه وسلم المعروف بالسيرة الحلبية، الزرقاني أيضا في شرح المواهب اللدنية، كل هؤلاء. ومن كتب في السيرة بعد ابن القيم لا بد أن يكون له من زاد المعاد مرجع وإفادة لعظيم ما فيه من الجمع والتحرير والترجيح الذي تقدم ذكره. أما الكتب التي اختصرت زاد المعاد أو ترجمته إلى بعض اللغات فقد تجاوزت 34 كتابا ترجم فيها الناس كتابه إلى بعض اللغات، واختصر فيها الكتاب وانتقيت منه الفوائد في صنيع يدل على عناية الأئمة والعلماء من بعد ابن القيم بكتابه العظيم. فمن الكتب التي اختصرت كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله كتاب لشمس الدين بن النقاش المتوفى سنة 63 و700، سماه مختصر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتاب سفر السعادة لمجد الدين الفيروز أبادي المتوفى سنة 817، اختصر فيه كلام ابن القيم في زاد المعاد. كتاب مختصر الهدي النبوي للحسين بن أحمد المعروف بزبارة الصنعاني المتوفى سنة 1141، كتاب مختصر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مختصر من زاد المعاد اختصره أحد علماء مصر محمد أبو زيد، ونشر قبل أكثر من 70 سنة، وترجمه إلى الأردية عبد الرزاق المليح بادي بعنوان أسوة حسنة، ونشر أيضا قبل حوالي 100 سنة من الآن. ذخيرة العباد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد صلى الله عليه وسلم لأحد نزلاء المدينة واسمه صالح ابن أحمد، ونشر أيضا قديما قبل أكثر من 50 سنة. وكتب جمة كثيرة كاختصار
البخاري الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لزاد المعاد، فضلا عما أفرد من زاد المعاد من بعض الفصول كحجة الوداع من كلام ابن القيم أخذت من هذا الكتاب، ومنسك الأمير الصنعاني اعتمد فيه كثيرا على ما ذكره ابن القيم في الزاد. الطب النبوي والذي أفرد مطبوعا مستقلا هو أحد فصول كتاب زاد المعاد كما تقدم، والترجمات متعددة، ونظم أيضا بعضه، ترجم إلى اللغة الأردية أيضا قبل نحو من 50 سنة، وترجم كاملا في 5 مجلدات في أكثر من ترجمة، تدل على تعدد الجهود التي اعتنى بها أهل العلم بكتاب زاد المعاد. وهو الذي سنشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في مطلع الدراسة والمدارسة للكتاب بدءا من ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. نجعل من كتاب الزاد لنا زادا، ومنه قوتا نقتات به في درب سيرنا إلى التعرف والدلالة على هدي حبيب القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترتوي القلوب أولا من حبه، ولتعرف الخطوات طريقها على درب السنة كيف تكون، ومن أجل أن تتشبع الأرواح والعقول والأفكار بعظمة سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ليكون له في حياة الواحد منا. هذه الآية الكريمة يكون لها أعظم الأثر وأبلغ الدلالة وأعمق العمل، فنتأسى به عليه الصلاة والسلام متتبعين هديه، ونحن نتقف الأثر ونتلمس مواضع النور التي نضع عليها الخطى، عسى خفا يقع على خف كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما. هذه توطئة وتمهيد ومدخل أردناه أن يكون بين يدي مدارستنا للكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد. وبعد أيها الكرام، فما يزال في جمعتكم بقية باقية ومتسع كريم جليل لمن أحب أن يملأ صحيفته صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبرت حرفي وامتطيت بياني وسكبت شوقي من عبير ديناني، وزرعت بستان القلوب محبة فزدها بذكر نبينا العدناني. يا من كواه الشوق مثلي، هل لنا أنس بغير جنائن الرضوان؟ إن الصلاة على النبي محمد زاد القلوب وسلوة الولهان. فصلوا وسلموا ما شئتم أن يصلي ربكم عليكم من فوق 7 سماوات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.